ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانيا، كل أعلام دول المغرب العربي فيها هلال ونجمة ما عدا دولة المغرب فيها نجمة بس. ليش؟ بحثت، دورت ولقيت الجواب. يقال إن الهلال يرمز للحياة الجديدة، السعادة والبركة أو الوقت الجديد، أو إنه يرمز إلى فتح الإسلام كعصر جديد للبشرية. أما النجمة ترمز لأركان الإسلام الخمسة، وقيل إن الدولة العثمانية كان علمها هو الهلال والنجمة، وبحكم إنها فرضت سيطرتها على دول المغرب العربي تحولت أعلام هذه الدول مع الوقت، وصار الهلال أو النجمة يظهر في أعلامها باستثناء المغرب. والسبب هو أن الدولة العثمانية ما كانت فارضة سيطرتها على المغرب. ويقال أصلاً أن النجمة الموجودة في علم المغرب ترمز لخاتم سليمان عليه السلام. والحين شوفوا هذه الأعلام.